ايه رايك يا احمد في مثل هذا الامر؟ انا عارف ان انت لكن واخد من باباك كتير جدا في هذه الامور، ولكن من وجهه نظرك برضو شايف الامر ازاي؟ هو زي ما قال الكابتن، انا اكيد مستر موسيماني ان هو اضرب اللعيبه بتاعته، يعني اضرب اللعيبه من الناحيه البدنيه، يعني ان هو يديهم مده زي 8 ايام زي ما حضرتك بتقول او اكتر او اقل، فاكيد هو اضرب اللعيبه بتاعته. بس احنا يعني في المجمل العام هي حاجه الناس مش واخدين على كده. مش واخدين ان دي تبقى فتره طويله جدا بالنسبه للاجازه للاعيب المصري، يعني خصوصا اللاعب المصري بيبقى محتاج كنترول كويس جدا من مدرب، ما بيحتاجش ان هو يبعد فتره طويله زي المده اللي النادي الاهلي اخدها. بس اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني عنده بلان، يعني اضرب اللعيبه بتاعته وعنده بلان كويس ان هو يقدر للثمان ايام دول، هو مقسم الثمان ايام زي ما اتقال لي، يعني مش هياخد القرار ده الا ما يكون مدروس مع مخطط الاحمد بتاعه. خصوصا ده بقى انت عارف يا كابتن، ده اول ماتش دي، ده خصوصا يوم اتنين، يعني اول واقعيا دلوقتي اول رجعه يوم 14، يعني بتكلم عليا يوم 14 الشهر اللي جاي، يعني في جاب كبير جدا، حوالي 29 يوم. اوكي 29 يوم كبيره جدا جدا، يعني وقت كافي. ده كان طالع الجيش، يعني ده بالناس انا بتكلم على طالع الجيش. هو مش هو مش هياخد القرار ده الا ما يكون قرار مدروس من جميع النواحي، بدنيا وفنيا، حتى على صعيد الراحه الايجابيه المفيده للاعبي النادي الاهلي. هو شايف ده ان في التوقيت ده هيبقى الراحه دي، الناس ممكن تكون نظره لها ان هي ممكن تكون سلبيه، هتاثر على مستوى لها. لكن هو شايف، انا كل تصاريحه كنت متابعها، لان كان كل تصريحه بيقول لك احنا بنعاني من الارهاق، اللعيبه بتاعتنا مرهقه، لان هم فعلا اللعيبه الوحيده اللي مواصله على جميع الاسعار. صح، ولكن هو في نفس الوقت هو كابتن برضو، ما هي حصلت قبل كده، يعني هو انا افتكر لو تفتكر معايا يا اسلام، بس دي كان في نهايه الموسم، مستر مانويل السنه اللي الاهلي خد فيها الدوري بدري وسافر البرتغال، وكان في ماتش اجازه، ايوه اللعيبه الاساسيه خدت اجازه، صح، على اساس ان خلي بالك كانت المواسم متلاحمه، صح، فقال لك دي الجاب الوحيد اللي حد فيه اجازه، ولعب بفريق تاني اعتقد مع الكابتن حسام البدري، صح، بقيه المباراه، وحتى النادي الاهلي يعني اتهزم، اتغلب الماتشين، بس كنت خدت الدوري بالظبط كده، ما كانوش يفرقوا معاه، بس هو قال ان لازم اللعيبه تاخد اجازه، خدنا 3 اسابيع يعني بالظبط كده، مظبوط. فهو انا اقصد ان هو قبل كده عملها وما تزال ساعتها، يعني ولغايه دلوقتي نتائج جيده، بمعنى وانا كان مطلوب مني ايه كمدير فني؟ مش مطلوب مني حاجه غير ان انا اعمل نتائج جيده تهيألي، يعني طبعا. بص النادي الاهلي حتى وهو كان داخل مع مباراه المريخ وفي بعد الاقصاء من سان داونز، طبعا انا بالنسبه لي غريبه ان انت تتغلب رايح جاي، ان النادي الاهلي يعني يتغلب رايح جاي من سان داونز، يمكن هو يمكن الاقوى في المجموعه، لكن ما كنتش قلقان على النادي الاهلي. انا كنت قلقان ان النادي الاهلي بيمر بظروف اصابات كتيره، اجهاد كتير، كان بيأثر ما فيش شك اللعيبه الاساسيه. انت النهارده كل مدير فني لما بيوصل لعصب فرقه منسجمه اساسيه ما فيش شك، طبعا لا انا قصدي لما بيغيب منهم واحد، انت بص النهارده مباراتنا اللي احنا قبل ما نخش الاستوديو برشلونه بنزيما بس غايب، مش عايز اقول لك كام دلوقتي وهتقول لي زادت كام والله؟ 4-0 يا كان باين. انا عاوز اقول لك يعني بنزيما مأثر بشكل كبير واحد الدرجة دي في الشكل في الشق الهجومي لفريق ريال مدريد، شوف قد ايه. لكن انا شايف الشوط الاولاني طبعا برشلونه يعني رجع برشلونه بتاع زمان، شويه الولاد اللي موجودين الصغيرين، لا ولا تشافي رجع للولاد في وقت قصير جدا جدا، صراحه انا كنت قاعد يعني مستمتع. لكن خلينا نرجع نقول ان القرار اعتقد ان هو مدروس، وان هو طبعا يعني هيكون في صالح لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله الراحه الايجابيه دي للمجموعه اللي هي طبعا خدت الراحه، المجموعه الثانيه يقول يا عيني عليهم يعني نصيبهم. لا كده كده مديهم، لا كده كده، وبعدين هم كابتن معلش، ما حضرتك مثلا لو كنت مثلا، لا انا بتكلم على مجموعه المنتخب، مجموعه المنتخب انا بتكلم على موضوع المنتخب، احسبك بتتكلم على ان هم متواصلين السبعه دول مواصلين المشوار وهيرجعوا على المعمعه، يعني هرجعوا هيدعكوا تاني، يعني ده هم دول اللي ما خدوش ده 29 هيرجع يوم 30 يلعب يوم 2 بالظبط، ده برضو كانت حاجه غريبه جدا.